سجل في المملكة هذا اليوم 20 حالة إصابة بفيروس كورونا، وقد سجلت في المملكة هذا اليوم 10 إصابات. عدد الحالات المسجلة لهذا اليوم 17 حالة. سجل في المملكة هذا اليوم 15 إصابة بفيروس كورونا. سجل هذا اليوم 16 حالة إصابة بفيروس كورونا. سجل في المملكة هذا اليوم 44 حالة إصابة بفيروس كورونا. عدد الإصابات لهذا اليوم بفيروس كورونا هي 16 إصابة. سجل في المملكة لهذا اليوم 44 حالة إصابة بفيروس كورونا. حياكم الله. وعي المواطن ربما هي الأكثر تداولا على ألسنة الحكومة منذ بدء جائحة كورونا، لكن 1. هل وعي المواطن هو الثغرة الموجودة في جابر والعمري؟ 2. هل وعي المواطن هو المسؤول عن المعابر والحدود؟ 3. هل وعي المواطن هو المسؤول عن عدم دقة الفحوصات المخبرية؟ 4. هل وعي المواطن هو المسؤول عن عمليات الباك تو باك واكتمالها من عدمه؟ هذه المرة فلتسمح لنا الحكومة بالقول إن ما حدث من إصابات في الفترة الأخيرة ومصدرها معبر جابر المسؤول عنها هي، وهي عائد للحكومة ووعي المواطن منها براء. هكذا حال لسان الكثيرين من الأردنيين. وإن صح ذلك، هل المواطن هو من يتحمل كلفة التقصير؟ حجب العمري، لغز جابر، الثقب الكوروني في الأردن، حال عودة المدارس من عدمها، حديث الشارع الأردني، فتح المطار ومخالفات التأخير، سؤال المغتربين بين الحظر الجزئي والشامل، تساؤل مشروع للتجار والصناعيين. هذه الأسئلة وغيرها يجيب عليها وعنها ضيفي معالي وزير الصحة سعد باشا جابر. مساء الخير باشا. مساء الخير. صوت المملكة بدء، أهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا. يمكنكم الآن متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على موقع الفيسبوك. سجل في الأردن اليوم 33 إصابة بفيروس كورونا المستجد، 29 منها محلية، لتتجاوز حصيلة الإصابات في الأردن عتبة 1699 إصابات. من جهته أكد وزير التربية سيل العيمي أن دوام المدارس في موعده في الأول من أيلول المقبل ضمن ترتيبات محددة سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة بعد استكمال مناقشتها مع جهات متعددة لها علاقة بالشأن التربوي. وقال العيمي إنه قد يختلف شكل عودة المدارس في بعض المناطق وليس كلها، وأضاف أنه في حال تسجيل أي إصابات بالفيروس في إحدى المدارس سيعلق دوام المدرسة 14 يوما ويحول إلى التعليم عن بعد. أهلا بكم من جديد، واسمحوا لي أن أجدد الترحاب بضيفي معالي وزير الصحة سعد جابر. مساء الخير باشا. مساء الخير. نبدأ باشا من هذه الأرقام، خصوصا الفيديو الأول الذي استعرضنا فيه الإصابات من معبر جابر حتى اليوم. والسؤال الذي يدور الآن، ما هو لغز معبر جابر؟ يعني بدون شك أنه الدلائل تشير بأنه الإصابات اللي بدأت في المملكة هي عن طريق إصابة الموظفين في معبر جابر من مختلف جهاتهم، لكن هي تركزت في موظفي الجمرك وموظفي التخليص. نعم. ولا نعرف هل أصابتهم كلهم، على الأغلب أنه أصيب أحد الأشخاص ونقل لزملائه. هناك المنطقة ضيقة، العمل في تقارب كثير، هؤلاء بذهبوا إلى أهليهم، بدأ بالانتشار من هناك. هاي الدلائل تشير هيك. نعم. الآن اللغز أين صعب أنك تحدد، لأنه هاي عملية معقدة. خليني أحكي لك بس مبدئيا، لما يجينا بدنا نفتح الحدود للحركة التجارية وليست حركة نقل الركاب. نعم. لأنه بدون الحركة التجارية المملكة لا تستطيع يعني تكمل، بدك تجيب أنت مواد تستهلكها وبدك تصدر. جبنا أصعب ممارسات في العالم شفناها وحطينا أصعبنا في أي مكان في العالم، يا إما مغلق يا إما فاتح. أما أنك تفتح بتحط شروط، نحن جبنا شروط صعبة جدا. ركاب عاديين رايحين لا،
اللي بيجي بده ينعمل له حجر 14 يوم. ما في دولة بتعمل زي هيك إلا نحن، حجر مؤسسي. قلنا ما بدناش يجيب فحص بي سي آر معه من برا، لا نحن بدنا نعمل لأنه ممكن يزور هذا. وبدأنا نفحص. الآن هاي الإجراءات الحكومية وعلى مدى أشهر حمت المملكة من الانتشار الواسع للمرض بدون شك أنه عملية، بس كان هناك تساهل. خليني أحكي لك. تفضل. الآن بدون شك أنه في المرحلة الأخيرة، خلينا نحكي من شهر وجاي، بدأنا نستشعر الخطر على مستوانا كحكومة ومسؤولين وموظفي دولة وعلى مستوى المواطن. ماشي. دقينا ناقوس الخطر ووجهنا سيدنا أنه إذا ظلينا في هذا الوضع رح ينتشر المرض، أرجو القيام بحملة إعلامية لتوجيه الجميع، تشديد الإجراءات إلى آخره. طيب. بدأنا بحملة إعلامية، وإذا بتذكر أنه معالي وزير الإعلام وأنا شخصيا ودولة الرئيس والكثير من الأجهزة الحكومية شددت وبدأنا نناشد الناس أنه المرض لم ينتهي، حوالينا الحدود ساخنة، الإصابات كثيرة، لازم ندير بالنا. بشر كان هناك تساهل أيضا من قبل الحكومة بأعداد كبيرة، سمح لنا بالصلاة بالعيد بالمصليات، الناس بالعيد أخذت راحتها ونسينا أنه في شيء اسمه كورونا. لا هلأ نحن الآن خلينا نحكي الآن لما استشعرنا هذا الخطر، أنه لأنه نحن عملية إعادة الأردنيين موجودة، التجارة موجودة، حدودنا ساخنة، يعني أي واحد عنده شوية علم بده يعرف أنه نحن في خطر. نعم. بدأنا بإعادة أو بقانون الدفاع رقم 11 وشددنا عليه قبل هاي الموجة، وبدأنا نعلن عنه وأعطينا للناس أسبوع مشان نحدد سعر الكمامة إلى آخره، دعينا الناس، شددنا من الإجراءات. إذا بتذكر حتى كان في نقاش التوجيه نعلنه في الليل حتى الناس ما تطلع، طلعنا الشرطة، عارفين الاختلاط في هاي المواقف هو خطر. الآن هي بس بدها واحد، شخص واحد يتساهل، حتى نحن كموظفيننا وكمسؤولين تساهلوا، يعني أنا بدي أقول لك بيجي بسلم عليك يا زلمة. طيب. هات نسلم. الخطأ صار من شخص واحد لا نستطيع تحديده، عدا زملائه بعض خليني أقول لك، يعني أنا كوزير صحة بقول أنا ما بديش واحد يدخل إلا مفحوص وينحجر. طيب دعتك معلومات. نعم. وتجاوبني عليها فيما يخص معبد جابل على وجه الخصوص، وفيما يخص هذا اللغز إن صح وصفه باللغز. هل فعلا هناك تساهل حصل في جابر وهناك من استخدم التحايل للدخول من غير حجر؟ يعني التحايل موجود في الطبيعة البشرية وخاصة في المرحلة هاي. هلا التحايل يعني واحد بيقول لك بدي أحجرك 14 يوم، إذا بصح لك تمرق أنت كسايق، وإذا واحد ابن خاله واحد إشي مرقه بجوز. وحديث عن تحايل مالي يا سيدي هاي إشاعات، يعني تحايل واسطة، تحايل مالي، تحايل أنا بعرف فلان بزرقني جاي العيد خلنا عيد. حاولنا سمعنا ما سمع وحاولنا جهد، ووقف مدير الأمن العام قال أعطوني واحد، سيدنا قال بس لو أعرف واحد قبض أو إشي رح أعلم فيه. يعني هذا الحكي له شهر نحن بنسمع بعض التجاوزات بنحاول إن نثبتها، لم نستطع إثبات أي حالة، لكن نسمع ما تسمعون. طيب. إلى أي حد كان هناك تشكيك في الفحوصات في المختبرات التي على المعابر في الحدود، خصوصا بأن هذه المختبرات هي لقطاع خاص؟ نعم. وبالتالي قامت وزارة الصحة بإعادة نفسها. نعم. يعني احنا شلنا المختبر الخاص ورجعنا وزارة الصحة. مش رجعناها، وضعنا، ما وضعنا كانت موجودة أصلا. هل هناك تشكيك في فحوصات المختبرات التي كانت على الحدود من أجل ذلك تم استبدالها؟ الآن لما كان في صار انتشار للحالات على المعبرين أو هاي، كان لازم بدك تشكك مش بس في المختبر، بدك تشكك في كل شيء، ولازم تبدلوا مسؤولين، تبدلوا مختبرات، تبدلت إعادة طرح المنظومة كلها، منظومة العمل كلياتها تغيرت، منظومة العمل الآن الفرق موجودة، وضعت آلية عمل بحيث أنه اللي داخل ما يجي، أنت عارف تقدم ورقة لموظف الجمرك أو المخلص وأنت مصاب، السلامة سلمك. يعني واحد ما يلبش الكفوف خلالها، يعني الآن
يعني بدنا نصل للتفصيلة هاي إنه سلمتك الورقة أو وين بدك تصل أنت. بدون شك إنه كان في مثلا أماكن الحجر قليلة بالعدد، بدون شك يعني إحنا قلنا عدم التزام، عدم التزام، عدم تقدير، عدم تعرف عمال التحميل كويسين في البداية، لكن بجوز لما شافوا الأمور يعني ليش أنا ألبس وألبس كفوف ودير بالي أنا مثلا ممكن هيك. لا تستطيع أن تحدد بالضبط أين الخلل، لكن أريد أن أقول بماذا تقارن حالك، إجراءاتك بإيش بتقارنها، في مين؟ إجراءاتنا أشد من أي حدا ثاني، لكن بالرغم من هيك لا توجد إجراءات مشددة لا يمكن خرقها أو التهاون فيها. أنا بحكي نحن قصرنا، فريقنا الطبي، فريقنا في الجمرك، فريق الأمن، فريق المواطن قصر، كلياتنا قصرنا. شفنا الأمور إنها مريحة ماشي، لكن ماشي إحنا التقصير كان عندنا بالخناصري، بدأ من سائق الخناصري، بدناش نعيد يعني هذه الذكرى. نعم. كان هناك تقصير تم الاعتراف، يعني مش بالمصطلح تقصير، ممكن يعني أنا لا يسعني الآن ما هو المصطلح الذي تم استخدامه من قبل الحكومة آنذاك بأنه كان هناك تقصير من قبل الأجهزة المعنية، لكن الآن هل تسميه تقصيرا أم تسميه أم تعطيه وصفا آخر وليس تقصير؟ الآن في حال وضع وبائي كان عندنا ممتاز، نسينا أنه كان عندنا كورونا، فجأة اجتنا هذه الكورونا، واصلا كنا نشكك انه هاي الكورونا اجتنا، لا هاي مؤامره كورونيه بسبب ترتيب اوراق داخليه داخل الاردن. انت سمعت يا باشا؟ طبعا لا بدون شك. ما يعني سيتحمل هذا يا سيدي؟ ما هو استنى شوي. الان كلمه تقصير هي كلمه بتطلع من جهه تحقق. صحيح، فهمت علي؟ صحيح. التقصير كلمه. صحيح. الان انت بنحط إجراءات، لكن الإجراءات دائما اللي بتحطها بما إنها مش إجراءات عالمية محددة، هي إجراءات وضعناها نحن لم تكن موجودة نهائيا ولا حدا بيعملها في العالم، نحن وضعنا إلا يكون في ثغرة هون وهناك. الثغرات موجودة، أقول لك هلا جوز 10 لجان طلعت الآن، إلا يكون في ثغرة أنت بتغفل عنها. الثغرة بشرية، بشرية، يعني بشرية وإجرائية كمان. بشرية وإجرائية كمان. أنت عندي معلومة أخرى. نعم. أؤكد ليها وأنفيها إذا كانت لديك المعلومات، هي تخص وزارة أخرى. بطرح لك السؤال. هناك من يتحدث بأنه بعد إجازة العيد دخلت 300 شاحنة للأردن دون الحصول على موافقة من وزارة النقل. ما عندي فكرة. ما عندي. لا. طيب. ما عندك فكرة؟ سؤال آخر. العمل بنظام الباك تو باك. نعم. المناول. المناول. عرفنا عليه جديد. في ساحة تبادل التجار مكسور. نعم. الحكومة قررت إنه نوقف هذا العمل وتروح الشاحنة من جابر للعمري برفقة أمنية. بعدين لا، قلت لا، مرجحها مناولة على الحدود. طيب. هذه ثغرة أم لا؟ خليني أحكي لك، أنا يعني كنت موجود خلال النقاش وأخذ رأيي يعني الآن. في البداية على معبر جابر لم نكن نسمح لشاحنات العبور بالسائقين اللبنانيين والسوريين بالمرور خلال المملكة ترانزيت، فبالتالي كانوا سائقين يعملوا باك تو باك في جابر وينقلوها للعمري ويعملوا باك تو باك، فأصبحت العدد الشاحنات كبير، أصبح عدد السائقين الأردنيين الذين ينقلون بضائع لبنانية وسورية إلى دول الخليج أكثر بكثير مما نحن يعني استهلك سائقيننا، بحيث أنه بطلنا نقدر نصدر نستورد أكثر ما نصدر. لا نصدر صادراتنا نحن. أنت عارف فترة صيف والصادرات إلى دول الخليج هائلة، والمزارعين بدوا يشكوا ويقول لك أنا عندي محصول وبدي أصدره بقعد 8 أيام لأنه السائق قاعد بيعمل بين جابر والعمري. فوضع حل أنه نسمح، وبناء على اتفاقية ما بيننا وبين الحكومة السورية موضوعة سابقا حتى، أنه تمر الشاحنات السورية خلال الأراضي الأردنية برفقة أمني بدون ترانزيت ضمن شروط محددة. و
اشترطنا انه حتى السوري هذا بده يكون فاحص لكورونا، نفحصه قبل ما يمر. الان هاي عملية الفحص صحيح دقيقة لكنها بتغطي 70-80%، ولا ربما في الطريق بده ينزل يغسل بده اشي. لا ادري اذا شاب هاي العملية اي اخطاء، ولا اعتقد، لانه الرفقة الامنية الحقيقة، واحنا تابعنا 2-3 رفقات امنية كانت دقيقة، اخواننا في الاجهزة الامنية يعني في الشرطة بتابعوهم بدقة. هذا اللي صار اشي جديد، تغيير تكتيكي شايف على الاستراتيجيتنا بمنع السائقين من دول اخرى. فلا ادري اذا هذا له اثر، لكن لربما يكون في شابه بعض الامور الاجرائية. اغلاق المعبر سيطول؟ نحن في المراحل الاخيرة من اعادة هيكلة الاجراءات، وضع مختبر طبي جديد تابع لوزارة الصحة. راح تقول لي ليش ما حطيته من وزارة الصحة سابق؟ ما كانش عندنا. نحن لما بدأنا الجائحة هاي كانوا 5 بس اللي عندنا اللي بيعرفوا يعملوا فحص الكورونا، الآن عندي 50 ويدوب ملحقين يعني ودينا. نعم. ليس بسبب تقصير المختبر السابق؟ لا أستطيع اتهامه طبعا، لكن لما بعمله أنا بتحمل المسؤولية عن نتائجي. فهمت علي؟ صحيح أنه في بعض المختبرات، وأنا شطبت كثير ولغيت ترخيص بعض المختبرات إذا كانت نتائجها وأنا بعمل لها إشي بنسميه، بودي له فحوصات بعرف أنها إيجابية وبشوف إذا بطلعها، فلغيت بعض التراخيص. لكن لما يكون مختبري بقدر أنا أوقف وأقول نتائجي هيك أو لا. المعبر سيفتح قريبا؟ ما أتوقع. لا، هذا قرار دولي، وقرار لما تكون كل الأمور منتهية. أنا بحكي بالنسبة إلي كوزارة صحة، المختبر تبعنا بيكون جاهز يوم الثلاثاء. أنا أقصد لن يتم تمديد الإغلاق، يعني هذا لما جميع الجهات تكون جاهزة. مش غلط أنه نشوف وين الثغرات، وإذا بدنا نوقف الترانزيت مثلا، إذا بدنا نوقف الترانزيت هذا إشي قرار يعني بيكون يؤخذ ضمن مجموعة. إذن هو مقترح إنه توقيف الترانزيت إحدى، طبعا مقترح شغلات كثيرة. الإجراءات الجديدة في المعبر هل نستطيع تعدادها؟ يعني مختبر تابع لوزارة الصحة. نعم، خليني أحكي لك الآن. السائق لا يدخل إلى منطقة الحدود الأردنية، بياخذوا له عينة وبيظلوا في المنطقة السورية لحد ما تطلع النتيجة. إذا طلعت نيجاتيف بيجي بيسلم شاحنته في المنطقة، بيتم عليها تخليص باك تو باك باك تو باك. السائق الأردني بياخذ وبيضله طالع. نعم، ما في اختلاط. نعم. الآن بدنا نشوف وين هذا بده يشترك، وين بده يشتبك، مع موظف الجمرك، وين مع المخلص، عمال المناولة أو اللي بيحمله، عمال التحميل من شاحنة إلى شاحنة، كيف عددهم، كيف بدهم يكونوا لابسين، كيف بدهم يجوا، إذا بده يستريح شو بده يعمل، يقعدوا تحت الشاحنة، طريقة تعاملهم مع البضائع كلها تتم مراجعتها بدق التفاصيل، وبأكد لك إلا يكون في ثغرة سموير. الإصابات كانت مفاجئة لك؟ شوف علي، أنا كنت متوقع أنه يصير إصابات، لكني كنت متأمل أنها تصير بعد 15-9، يعني تعطيني وقت. أنا دائما حابب أنه يكون وقت، وكان يعني إيدي على قلبي كل ما بنام بحكي يا رب إنه بكرة يحمينا ويحمي، لأنه هاي تفقع مرة واحدة. شايف في العمري كل الدول. نعم. العمري نعم، ماله صعب نسيطر عليه أيضا. شوف علي الآن، مع ازدياد أماكن الحجر، بدي أحكي لك يعني ازدياد أماكن الحجر، تحسين ظروف المعيشة، الكهرباء، محطة التنقية إلهم كمان، الكونديشنات تركبت، بدأنا الساحة وضعنا مسؤولين، مثلا اكتشفنا انه عملنا اجراءات. نعم، فهمت علي؟ لكن من مسؤول عن الاجراءات في هاي المنطقة يتابع دقتها؟ ما كانت الحقيقة مكتوبة. سؤال اخير قبل ان انتقل الى الفاصل الاول، هناك من يقول ويشكك بان هذه الحالات مدروسة، الهدف منها اطالة عمر الحكومة. يعني لا أعتقد بأنه واحد عقله، نحن من الناس ولا يمكن إن نفكر بهذه الطريقة. هدفنا من اليوم الأول وبتوجيهات سيدنا صحة المواطن، ولا يمكن هذا التفكير. وأنا بحكي عن شخصي، لو طرح هذا
هذا الموضوع أمامي راح أقوم وأغادر الحكومة، والحكومة أنا متأكد أنها أحسن مني اللي في هذا المجال. لا يمكن أن يكون هذا أحد الأشياء التي طرحت أو فكرنا فيها. بس الحكومة ما تحملت مسؤوليتها، هناك من يقول أيضا تجاه ما تم في جابر وتجاه ما تم في العمري فقط الاعتراف بالتقصير. يا سيدي هو مش اعتراف بالتقصير، أنا قلت لك التقصير بيطلع عن لجنة، من لجنة تحقق. أنا بقول لك في ثغرات بعملنا لأنه ما كان في إشي مكتوب تعمله. واحد يقول لي يعني لما إجينا في البداية أنا شخصيا ما كنت أعرف شو هو الباك تو باك، وقلت لك إياها قالوا باك تو باك، أنا قلت تجي شاحنة ما بيختلط، هذا بيروح وهذا بيروح، لكن وجدنا في ثغرة هون، قلنا الباك تو باك ما بيصلح في العمري، اعملوا باك تو باك، حطينا طلعت الشاحنة هون، طلع العامل بيجي هون وبيجي هون، طلع المخلص هون، في ثغرات يعني لا يمكن أنت تكون عارفها. سأذهب إلى فاصل، بعد الفاصل سأطر عليك أسئلة عن المدارس والمطار وبعض الأسئلة التي تهم الأردن، الحظر ولا ما فيه؟ ما خليت شيء فاصل قصير أول، تفضل وبقاي معنا. أهلا بكم من جديد، اسمحوا لي أن أجدد الترحاب بضيفي معالي وزير الصحة سعد باشا. مساء الخير سيدي. مساء النور. سأبدأ معك من تصريح وزير التربية والتعليم الذي أكد بأن دوام المدارس في موعده في الأول من أيلول المقبل ضمن ترتيبات محددة. هل نستطيع أن نؤكد بأن الطلاب سيعودون إلى مدارسهم أم لا؟ حسب الحالة الوبائية اللي أمامك الآن. يعني بالحالة الوبائية اللي أمامي نعم يستطيعوا العودة لكن بإجراءات صحية مشددة. مثل يعني خليني أول شيء أبدأ كيف يتخذ هذا القرار. إلنا شهر بقولوا افتح المدارس، بقول فتحة المدارس بتخوف، وزير التربية والتعليم بقول إغلاقها بخوف أكثر. عندي 46 ألف معلم في المدارس الخاصة، هذول راح يفلسوا المدارس ويطلعوا خارج العمل. وبقول لي في جيل بده يضيع، في جيل الآن بصعى الساعة 12 ما فيش عنده التزام، ما في عنده أي شيء. أنت لو أنك رئيس حكومة أو مسؤول، وزير الصحة بقول لك إذا فتحت راح يكون في خطر، وزير التربية والتعليم بقول لك إذا سكرت في خطر أكبر من الصحي. الحل أنك تجي تقول أقعدوا اثنين مع بعض ولاقوا لي حل يمسك الأمور من الوسط. وهاي لنا شهر ليل نهار قاعدين نشتغل عليها. هدفنا هذولا أبنائنا يرجعوا للمدارس، وهدفنا هذولا أبنائنا نحافظ على صحتهم وصحة أهلهم. لذلك يعني بدك to improvise، بدك تخترع، بدك تلاقي إشي، تأخذ تجارب الآخرين وحط تجربتك. مشان هيك راح يكون أول شيء درسنا واقع مدارسنا، الاكتظاظ اللي في بعض الأماكن مثل القصبات المدن في المدارس الحكومية، الاكتظاظ في بعض الظروف الصحية، وعارفين أنه في 40% الظروف في المدارس في بعض المدارس مش مناسبة، بدأوا عملية صيانة ورش وإلى آخره. ثم وصلنا أنه حسب المساحة الصف إذا 20 طالب أو أقل مع التزام هو مناسب، مع تشديد، مع معقمات، مع إلى آخره يعني إجراءات. فقلنا وضعت حلول سميناها الهايبرد، هلأ منسميها الهايبرد، بيطلع واحد بيحكي الهجينة ونفس الشيء، إنه حفاظا على المستوى العلمي تبع طلابنا بدنا نركز في الدروس هاي على اللغة العربية، الإنجليزية، الرياضيات، المواد الأساسية والكيمياء، المواد الأساسية. ماشي. أما المواد الأخرى تكون عن بعد، منجيبه ثلاث أيام، أحد ثلاث خميس مثلا. ماشي. أحد ثلاث خميس بدرس هاي، إذا كانت وحسب الحالة الوبائية بتكون الحصة نص ساعة أو 40 دقيقة، الفرصة راحت، الألعاب الرياضية الفنية راحت، بحيث أنه يكون خمس حصص مثلا. مثلا في ساعات تدريس معينة، وباقي المواد تكون عن بعد، بحيث ان نخفف الاكتظاظ
المدرسة اللي الصف فيها عدد طلابه أقل من 20 بداوموا كل يوم، لمعلمين بداوموا، يعني تقول لي هذا حل مثالي؟ مش عارف، بس إذا ما حاولنا وجربنا وسوينا وكنا شجعان رح نضلنا سكر افتح. طيب. ما بعرف معناته باشا شجعان ونتخذ قرار. معناته باشا الحديث يتم الآن حول بأن كل المواد الأساسية في المدارس ستدرس على مقاعد الدراسة بشكل تفاعلي. نعم. أما المواد الغير أساسية، الرياضة وما إلى فن ذلك، فن تاريخ مثلا، ستدرس ستدرس عن بعد. نعم. عن بعد. نعم. ابتداء من 1-9. نعم. بس كان لازم نتخذ قرار، لأنه الناس بحاجة إلى قرار. تم اتخاذ القرار أم لا؟ لأنه كل الناس ولا واحد دفع. تم اتخاذ القرار. اليوم دولة الرئيس طلع وحكى العام الدراسي في 1-9. نعم. وسيكون على نظام المواد الأساسية في المدرسة. هلا أنت أنت ما بتقدرش تحكي قصبة إربد زيها زي دير أبو سعيد أو زي كفر الماء أو زي عيف اللي عدد الطلاب أقل. مشان هيك كمان قسمنا المناطق إلى خضراء وصفراء وحمراء، والإصابات في المحافظة إلها علاقة وإلى آخره، بحيث أنه في بعض المناطق يعني في قرية ليش تسكرهم 3 و2؟ لا ولا كل يوم بروحوا، اختلاطهم ماشي. أقل إلى آخره، يعني في آليات ستشرح ماشي. وسيتم الإعلان عن المدارس التي سيكون فيها تعليم عن بعد وتفاعلي. نعم. والمدارس التي ستذهب كل يوم إلى المدرسة بدون شك. هل هناك إجراءات محددة في المدارس يتم اتخاذها غير الإجراءات للبروتوكول الصحي؟ يعني بدون شك تقليل الحصة، فترة الحصة، الفرصة راح تروح، أغلقنا المقاصف أو عم نناقش إغلاق المقصف لأنه بتجمعوا هالأولاد عليه إلى آخره، يعني كلها في المراحل النهائية أنا بحكي لك إياها. وغدا صباحا الساعة 8 صباحا سيكون معالي وزير التربية والتعليم ومعالي وزير التعليم العالي مع لجنة الأوبئة اجتماع حتى نقعد نناقش بعض الأمور، مثلا المقصف نتركه فاتح ولا لا. مثلا يعني كمان التفاعل العلمي مع لجنة الأوبئة، وما راح يكون معنا كمان خبراء عالميين يعني في التربية وإلى آخره. سؤال آخر، بعرف أنه مش ضمن الاختصاص بس أفيدنا فيه الآن. أعرف. الجميع بيطرح سؤال أنه ماشي في المدارس المكتظة التي سيتم تطبيق عليها الحالتين التفاعلي والأونلاين، بالنسبة للصف الأول نعم كيف سيكون عملية تدريسه؟ صف أول يعني شو معرفه بالأونلاين وما أونلاين؟ أي أكبر من يعني الصف الأول مزبوط وما فاتم الأونلاين مزبوط. خليني أحكي لك، يعني ما عندي حل أو جواب لهذه الظاهرة، لكن أنا بعتقد أنه صف أول، وحتى الدولة لما حكت أنه بدنا نعمل الروضة رياض الأطفال، يعني هذولا انه يجي يومين او 3 ايام على المدرسة اشي كويس، يتعلم الاحرف، يتعلم الارقام، شاف وجوده. اما فجأة لا وطالت الكورونا وظلت 5 سنين مثلا، يعني حدا بيقدر يقول لا. يعني يجيك على صف خامس بيقول لك انا قريت اونلاين والله ما يعرف اسمه جرب الاونلاين حتى اثر على سلوك بعض الطلاب. ده هذا مزبوط، احنا بنحكي عن جيل، بنحكي عن الاردن هون. بدك تتخذ قرار مؤلم، يا هيك يا هيك، يا تمشي في النص وعارف المخاطر ماشي. والمخاطر بدنا نتحملها. كان الحديث عن تأجيل من الممكن أن يكون شهر بدل 1-9-1-10 إحدى الخيارات كانت، لكن خلص تم اتخاذ القرار ب1-9 عودة المدارس. المدارس المكتظة في القصبات ممكن تكون على نظام الفترتين. فرصة مع طابور صباحي مع إلى ذلك تم إلغائه. من الممكن أن يتم تقصير وقت الحصة إلى نصف ساعة. خلى الطلاب كيف نص ساعة مريح أحسن من 45. يعني هو علميا أكثر من نص ساعة، ولا واحد يضل يحكي قدامك والله بتدوخ وبتبطل تستوعب. تحدثنا عن المدارس، أذهب إياك إلى لقاء سابق قمت ب كانت ضيفة الدكتورة نجوى، تحدثنا بهذا الحديث وبعد ذلك سأسألك بعض الأسئلة. أعطونا الفيديو شباب. احنا ما نقدرش نضلنا نقول بنسكر، لانه قدامك المطار برضه في له اهميه خاصه. صحيح. احنا واذا ما فتح عليه غرامات من الشركه اللي طيب صح؟ طيب عدا يعني عن الغرامات معناته طيب سيدي مش بس رح نفتحه مشان الشركه، احنا نفتحه لانه احنا لازم نفتحه، لانه في الوقت الحاضر ما نقدرش نضلنا مخبيين. والبعبع اصبح في بيتنا.
البعبع في البيت دكتورة نجوى تقول. نعم انت هاي اللي بس متذكره منها؟ ومتذكر انه بدكو تفتحوا المطار. نعم. متى؟ شوف علي، خليني احط لك اياها، انت صاحب قرار، انت صاحب ماشي. قرار اذا خليته مسكر راح تخسر مئات الملايين. صحيح. واذا خليته، اذا فتحته في خطوره، زي ما عملنا في التربيه والتعليم، بتجي بتقعد تحكي وقعدوا مع بعض وزنوا لي بين هاي وهاي. وهذا اللي عملناه اول مره، وكنا بدنا نطلع في اول شهر 8، لكن انا اللي خفت، انا اللي بانكت لما شفت دول فتحت مطاراتها ازدادت الاصابات، قلت من شان الله وقفوا خلينا نراجع حالنا، كان وضعنا وقتها احسن. لكن الان بدنا نواجه الحقائق، يا اما بنخليه مسكر او ندفع غرامه او نفتح وهاي. ف بدك تمسك العصا من النص كمان مره. ما هو القرار اللي تم اتخاذه؟ القرار انه على الاغلب لسه لم يتم اتخاذ قرار واضح وصريح، لكن على الاغلب انه الامور تمشي باتجاه فتح المطار ضمن شروط صحيه، خلينا نحكي هي الاقصى يعني عالميا. بس باشا، بعض الدول قالت للاردن بانه شروطكم كثير معقده ولن نقبل بهذه الشروط. يا سيدي هاي شروط، اللي بده يجي بده يجي. الان بريطانيا بتقول لك اللي بده يجي بده يكون معه فيزا مسبقه وبده ينحجر في البيت 14 يوم، واذا حكيت معك يوم وكنت خارج البيت بحطك في السجن. طيب الحجر، وهي شروطه، الحجر مستمر 14 يوم على كل الجهات، ام سيكون سنعود الى قراءه 7 ايام من جديد؟ لغايه الان هو الحجر 14 يوم. في اللحظه اللي نتخذ فيها انه دوله خضراء مرق، دوله صفراء 7 ايام، ودوله حمراء 14 يوم، راح نبدا بها بتطبيقه، لكنها بحاجة إلى اتخاذ القرار. فتح المطار على زي ما كان قبل الكورونا؟ لا، زي قبل الكورونا لما تروح الكورونا من العالم. أما الآن بدك تجيب لي فحص قبل ما تيجي، تفحص في المطار، وإذا كنت من دولة خضراء بسلام من تابعك، إذا كنت دولة صفراء بدك تروح على الحجر 7 أيام، إذا كنت جاي من دولة حمراء حجر 14 يوم. هل سيكون هناك امتيازات للأردنيين القادمين؟ ما خصوصا المغتربين، يعني المغترب. نعم. المغترب ما زالت مشكلته كبيرة، بقول لك يا أخوي الحجر غالي، تذكرة الطيران غالي، بحسب لي العائلة. ما بحسب كل فرد بالعائلة عائلة. مزبوط. وتعاد إذا حطوا مع بعض باش الناس استووا المغتربين. نعم. والله استووا. أنت يعني والله إنه هم بتعرف إنه يعني كان العامل اللي بيخلينا ما نجيب الكل مرة واحدة هو أماكن الحجر. وهي أماكن الحجر حطيناها لحماية الناس في الداخل، نحن عارفين. الآن في تفكير جدي، الآن إذا فتحت إحدى الدول اللي فيها أردنيين كثير، خلينا أحكي في معاييرنا، هي خضراء سعودية لا إمارات، على الأغلب الإمارات. نعم. لغاية الآن يعني، وإذا قدرنا نفتحها مع فحص، يعمل لي بي سي آر ونعمل فحص في المطار قبل ما يطلع، هاي راح تخفف كثير من دولة الرئيس تحدث يوما ما بأن هناك 6000 مكان للحجر تعملوه بالجنوب، شو صار فيه؟ نعم، خلينا نحكي أنه هاي كانت في بداية الأزمة، وكنا نتوقع أنه يصير عملية إخلاء، إخلاءات ضخمة يعني بعشرات الآلاف، وإنه إذا وجدوا شو بدنا نعمل، ندخلهم مباشرة ندخل المرض. فكان هذا أحد الأشياء اللي كان لازم نفكر فيها، إنه وفجأة أجانا من الجنوب 20,000 واحد، 10,000، ندخلهم عند أهليهم ولا نحط مناطق على الأقل نفحصهم على الأقل؟ فكان هذا التفكير. لكن لما الأمور هديت، وتنساش إنه الدول كمان المجاورة سكرت حدودها للداخل والطالع، فبالتالي هذا أوقف هذا التفكير. بالنسبة للسياحة العلاجية مستمرة أم ستتوقف؟ مستمرة بضآلة، يعني ما وصلناش 200 مريض من يوم ما هاي، وهدول هيك هيك كانوا يجوا أصلا بطلبات خاصة وشروط خاصة فيعني في هذاك الوقت أو ولا زلنا أنه نحن بنحكي للناس أنه نظامنا الصحي قوي وقطاعنا الخاص نظيف من الكورونا ونحن جاهزين.
كمان هي عملية تسويقية للأردن كلها وليس لكن الدخول والشروط اللي بنحطها تخلي الأعداد قليلة، بالرغم أنه إذا بدي أفتحها هلأ وأقول لا تفحصوا بي سي آر وتعالوا جوز يجيني آلاف. أدرك بأنه تم اتخاذ القرار فيما يخص المدارس، لكن السؤال بالنسبة للمطارات، هل هناك تاريخ محدد من الممكن أن يتم فيه الإعلان عن هذا القرار؟ يعني 1/9/7/9/15 أم قبل ذلك؟ أنا لست صاحب القرار، أنا جزء من اللي بيضعوا الـ الـ الإجراءات. نعم. فهمت علي؟ أنا جزء من مجموعة تضع الإجراءات، القرار هو قرار جماعي نتخذه جماعة كلياتنا. ما زلنا نستقبل من تقطعت بهم السبل، وهل طبعاً هناك إجراءات جديدة؟ يعني رحين نزيد أعداد الطائرات؟ بدون شك. الآن التفكير إنه نخليها رحلات منتظمة، وليس إنه والله تجمعوا 50,000 وسجلوا على المنصة بسوي هيك وهيك. لا، بقول مثلا يوم الأربعاء الجاي في طيارة من جدة أو طيارة من القاهرة أو طيارة من إسطنبول، اللي بيسجل عليها اللي بسبق وبيسجل بيجي، هيك رحلات منتظمة، ومن وحسب الدولة اللي جاي منها يطبق عليك المعايير. طيب الآن إحنا عندنا مصفوفة. نعم. مصفوفة طبية. نعم. المفروض المصفوفة حسب القراءات اللي تعلمناها. نعم. من وزارة الصحة ومن الحكومة. نعم. إن إحنا اليوم نكون بالمنطقة الصفراء. نعم. لماذا كسرنا هذه المصفوفة واعتبرنا أنفسنا ما زلنا في المنطقة الزرقاء؟ كيفناها حسب ما نريد. طيب أولاً خليني أحكي لك، هاي الحكومة تنظر إلى المواطن أولاً، كما تنظر إلى صحته تنظر كمان لكرامة عيشه. أنا كوزير صحة بقول لك هذول الحالات 20 و29 يومياً خليني أسكر أسبوعين زي أول وبقضي لك عليها، فرقي أكثر، قدرتي أكثر، بقدر أسكرها. هل يتحمل المواطن هذا ولقمة عيشه؟ وقفنا أول مرة مع بعض وساعدنا المحتاج وعامل المياومة إلى آخره، هل نستطيع هذا مرة أخرى؟ تأثير إغلاق يوم واحد، يوم عمل واحد، رح يكون حسب يعني قراءات معالي وزير المالية إنه رح يكون يوم واحد مدمر للاقتصاد الأردني، فكيف أسبوعين؟ بالإضافة إنه الناس أول مرة كان كل العالم خايف وإلى آخره، الآن بتقول له ما تطلع تشتغل وتأخذ العرباية تبيع عليها، هذا كبده. إذا لن يكون هناك أي إغلاقات؟ لا. الآن نحن كمان بنتعلم. ماشي. نحن قلنا هاي المصفوف الآن ليست قرآن، وخففنا من إجراءات المنطقة الزرقاء كما تذكر. مظبوط. في المنطقة الزرقاء كان لا في مساجد ولا في أسواق شعبية ولا حدائق ولا ألعاب للأطفال وإلى آخره. الآن قلنا بدناش نرجع للإغلاق الكامل، وأعلنت الحكومة وبكل صراحة إغلاق كامل complete lockdown لن يكون إلا إذا الوضع لا سمح الله كان كارث. يعني ما لازم الواحد يحكي إشي بالمطلق، لكن جينا قلنا للإغلاق الذكي smart lockdown، يعني شفنا الحالات زادت في الرمثة أغلقنا الرمثة، وشفنا استجابة رائعة من إخواننا هناك. بنفس الوقت ما منعنا الناس تطلع، العمارات اللي فيها إصابات ظلت محجورة، سمحنا للناس، منعنا الاختلاط. إخواننا في يعني في الرمثة استجابوا مع الإجراءات، الأعداد صفر فورا الحمد لله. سمارت لوكداون، جينا على حي في عمان كثرت فيه الإصابات، لحد الآن 20 إصابة من موقع واحد نتيجة واحد، جينا أغلقنا الشارع والحي هذا وحطينا عليه، والعمارة يعني زي ما بسموها صرنا سيرجيكال، يعني عملية جراحية، بحيث كمان الناس بدها تعيش، كمان يعني الناس لما تضغط عليها بيجي بقول لك أنا تدمرت. فنحن ماشيين في توازن قدر الإمكان، وهي إجراءات يعني عم نتعلم منها ونعملها ونشوف أخطأنا هون منزيد هون، ما في كتاب مكتوب أخذ منه عن الرف وأنفذ. سأذهب إلى فاصل قصير أخير، بعد الفاصل سنسأل عن الحظر. نعم. تفضل البقاء معنا، فاصل قصير أخير.
اهلا بكم من جديد. اسمحوا لي ان اجدد الترحاب مره ثالثه بمعالي وزير الصحه سعد باشا. مساء الخير باشا من جديد. والسؤال في حظر يوم الجمعه ام لا، وعلى ماذا يتوقف الحظر وهذا القرار بالحظر؟ الان كما تعلم في خلال الايام الماضيه هنالك ارتفاع في الاصابات، فرق التقصي بنعطيها 10 أسماء او 50 اسم مخالطين، بتروح من الصبح يا دوب تلحق الـ50، واحد في المكان الفلاني، واحد هون نص الأزمة، لابسين هذول الأواعي في الشوب، يجونا يعني فقعانين يا دوب. الآن عملية تقصي وانتهاء من يعني مبارح بدنا نتقصى على الناس في أم البساتين أو إشي مخالط، يعني لما وصلنا لهم الساعة 11 في الليل وتدق على الناس فواجهتنا صعوبة كبيرة. فعملية الحظر يوم الجمعة أول إشي علميا بتخفف الاختلاط، الناس بتتخالط وبتروح بتجي قاعدة، نسبة في هاي الفترة عملية الاختلاط كبيرة، وبما أنه في إصابات لربما تنقل أكثر المرض، بالإضافة أن احنا واجهنا بفرق التقصي، يعني يوم الجمعة مضيت مع فرق التقصي من 9 صباحا للـ8 مساء لوقت المؤتمر الصحفي، ونحن قاعدين بس اطلع في أزمة مسكرة ضيعت البيت إلى آخره. فكان لابد يعني أني أقترح بالإضافة للجان الأخرى أنه يوم الجمعة يكون في حظر، خاصة أننا بنشهد ازدياد في الحالة عمان وزرقاء فقط، عمان وزرقاء لأنه هي المحافظات. طيب. تنساش أنه تقول لك مثلا نعم. أنا سكان عمان نعم. بدل ما أروح الجمعة الصبح نعم على الصريح نعم أصعب حالي بالليل وبروح الصلاة. مزبوط. وعمان مليانة من أولاد المحافظات. مزبوط. من المحافظات. مزبوط. مزبوط. إذن. مزبوط. بس ما راح تروح من جبل عمان لدابوق ومن دابوق تنزل تفطر في البلد عند المدرج الروماني، بعدين تطلع أصحابك في القهوة الفنانية تأرجل، بعدين تروح عند خالك تزوره، وبعدين مش عارف إيش يوم هالجمعة من مطي رايحين جايين، وهالشباب داخلين ببعض رايحين. فبدون شك إنه لا يمنع إلا أنه يقلل بشكل كبير الاختلاط، وبنفس الوقت بسهل علينا العمل، مش قادرين نشتغل كده. هناك من يتخوف من انهيار المنظومة الصحية إذا زادت عدد الإصابات. نعم. ويسأل كم عدد الأسرة الآن؟ كم عدد الغرف اللي فيها أجهزة التنفس؟ كم كيف هي وضع الحالة الوبائية للمصابين بهذا الفيروس؟ نعم. يعني في هاي المرحلة عندنا بس 4 مرضى في العناية الحثيثة. 4 مرضى. أول شيء يعني أريد أن أعزي المتوفاة. لم تكن في مستشفى حمزة. أريد أن أعزي أهلها، يعني وصحيح عمرها 94 عام، لكن كل فقيد علينا غالي. بركة هذا. نعم بدون شك. عندنا 4 مرضى في العناية الحثيثة، أحدهم على أجهزة التنفس ويظهر تحسن، وجاءنا من الخارج، ومريض أردني كمان جاءنا من الخارج وضعه متوسط، جاءنا متأخر. متوسط مش من الكورونا، يعني في عنده كورونا وصايب الرئتين، لكن وضعه لكن عنده أمراض أخرى بتخلي في وضع شوية متوسط إلى حرج. باقي المرضى يعني حالتهم جيد. الآن منظومتنا الصحية لم تختبر بالكامل. خلال هاي الفترة قامت وزارة الصحة بزيادة غرف الآي سي يو أكثر من 120 سرير آي سي يو مما كان موجود. قديش كان أول؟ يا سيدي كان عندنا في وزارة الصحة حوالي 320 سرير. يعني صار عندنا 440. 400 هذا وزارة الصحة. هذا غرف آي سي يو. استنى شوي. هذول اللي ممكن نستخدمهم، ممكن نستخدم. والخدمات الطبية زادت حوالي على معرفتي حوالي 80 سرير. هلا أجهزة التنفس كان عندنا حوالي 1500 في الأردن، منهم حوالي 1000 في وزارة الصحة والخدمات الطبية. سيدنا جاب لنا 600 جهاز للاستخدام. أخذت وزارة الصحة 300 والخدمات 300. فيما لو تم اختبار المنظومة ستكون قوية؟ بدون شك، يعني إن شاء الله لا تختبر،
لكن يعني نتأمل أنه لا تختبر، لكننا قادرين على التعامل مع أي أعداد. باش أنتم من يوم الثلاث إحنا المحلات الساعة 10 راح تسكر وال11 آخر ساعة للناس بالليل. نعم. شو الفرق بهذه الساعين؟ هذا السؤال دائما أطرحه. نعم. قال 11 دنيا صيف. يعني هذا الوباء هو علم إحصاء. يعني إذا خالطت 10 جوز ينصابوا 7، إذا خالط 8 بجوز ينصابوا 5. بالإضافة أنه الحقيقة أنه في تجاوزات من إخواننا المواطنين بإقامة الأعراس والأفراح في بالمزارع. بعض بالمزارع وفي بعض المطاعم وفي بعض الزوايا يمين شمال. الإغلاق على 10 بيوقف هاي، وهاي من أخطر الأمور. يعني بعدين إذا يعني المقصود فيها الحفلات أكثر، الحفلات أكثر، وخليناها للعشرة حتى المطاعم ما تتأثر كثير. كل تصور هالساعة هاي خلت 100 واحد يصيح، تصور لو أسكر يوم، فهمت علي؟ أو يوم كامل. ويوم الجمعة أثره الاقتصادي على الاقتصاد الأردني أقل بكثير من أي يوم آخر. طيب. إنشان هيك يعني شو ما عملنا راح يكون مؤلم للأسف. هاي جائحة ما حدا يعني، أنا بشوف دول عظمى عم بتصيح. نعم. فالحمد لله اللي نحن قاعدين أنا وياك، الحمد لله، والحمد لله اللي قاعدين الناس في بيوتها غير مصابة بتسمعنا. وشو ما عملنا، شو ما عملنا مقصرين. اللقاح، نعم، شو صار فيه؟ خليني أحكي، أحط لك معي دقيقتين. معك دقيقتين. نعم. اللقاحات الغربية سجلت تم تجميعها في منصة اسمها كوفاكس، سجلت الأردن فيها، وبعثنا البارحة الطلب الرسمي إلنا ننضم، راح أوقعه بكرة أو بعد بكرة، هي انضمامنا على الدور ناخذ اللقاح في حال خروجه. وقبل نهاية الشهر لازم أدفع دفعة أولى حوالي 6 مليون دولار لهذه المجموعة اللي بتضم أفضل شركات غربية اللي هي موديرنا، أسترازينيكا، فايزر، سانوفي وغيرها، 5 شركات هم متجمعين. اللي بيطلع وتثبت فعاليته بناخد، وتم الاتفاق أنه أفضل سعر ناخده نحن أقل من باقي. دورنا بعيد؟ دور لا، هي تعطي بتوزع اللقاح على 20% من سكان الأردن، يعني 2 مليون. بس بغض النظر عن غنى الدولة، لأنه إذا هاي هذول يعني فيها إنسانية كمان. طيب، لأنه إذا غالي تيجي دولة نفطية أو دولة صناعية الكل بتدفع وبتقول لا تعطوا الأردن ولا تعطوا فلان. ماشي. الروسي، الروسي اليوم كان إلي لقاء مع سعادة السفير الروسي اليوم، أعطاني المعلومات العلمية كاملة من الحكومة الروسية عن اللقاح. سوف تعرض على لجنة الأوبئة لتقييمها، واللي حكى لي أنه في نهاية شهر 10 سيتم إنتاج اللقاح عندهم بشكل تجاري. سؤال أخير، الجامعات، في الجامعات تختلف دوام الجامعات بواحد 10 يختلف عن دوام المدارس؟ كله راح يكون في الجامعة ولا راح يكون في أونلاين؟ أقول لك قد ما نحن بنشتغل، والله ما وصلت لها الجزئية. صحيح قريت شوية درافت لكن مش قادر أجاوبك إشي. شكرا جزيلا لك معالي وزير الصحة سعد باشا جاب. شكرا جزيلا، دمتم بخير، كل التحية.